السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للفيديو السابق لما كنا بنتكلم عن الحجاب، وقلنا ان اللي احنا بنشوفه حاليا الا ما رحم الله ليس له علاقة بالحجاب الشرعي تماما. بنشوف بعض الاخوات بتبقى لابسة الحجاب بالشكل ده او بشكل تاني خالص بعيدا تماما عن الحجاب الشرعي. حجاب شرعي ولكن للأسف الشديد اللبس مش مناسب تماما للحجاب. هو مش بالاسم ان انا ارتديت الحجاب واسقطت فرض من فرائض الاسلام، انا ارتديت الحجاب لكن لابسه بضي او بنطلون ضيق جدا جدا جدا، ده مش حجاب وده مش لبس شرعي للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة التي آمنت بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر وبالثواب والعقاب والجنة والنار لابد أن تعلم أن الزي الإسلامي له مواصفات. لبس البنطال أو البنطلون للمرأة بهذا الشكل الضيق لا يجوز. لبس البضي أو البلوزة الضيقة التي يعني تظهر أكثر ما تخفي لا يجوز. طب إيه المواصفات الشرعية للحجاب؟ بعض الأخوات مفكرة إن الحجاب إن أنا أغطي شعري بس. لا مش معناه كده. الحجاب معناه ان انا احتجب، يعني الجسم كله يحتجب عن عيون الاخرين، بمعنى الا يكون ضيقا فيصف ما تحته. يعني ما ينفعش يكون ضيق لدرجة ان كل معالم الجسم موصوفة، ما ينفعش. يعني النهاردة هي لابسة الحجاب ومقتنعة ان هي محجبة لكن ماشية جسمها كله موصوف تماما، اي حد يشوفها من اي مكان مش محتاج ان هي تبقى مكشوفة. يعني اللبس نفسه فتنة اكتر من الخلع، يعني اللبس نفسه فتنة اكتر من الخلع. الحاجة التانية الا يكون خفيفا فيشف. يعني ايه؟ يعني يكون اللبس خفيف فالواحد شايف اللي تحت هذا الايه الزي. يعني مثلا اكون لابسة بلوزة او لابسة بنطلون او لابسة شرط واللبس اللي تحتيه باين، هل ده حجاب شرعي؟ هل ده زي للمرأة المسلمة؟ هل ترضى الأخت المسلمة المؤمنة التي آمنت بالله وبرسوله أن يكون هذا شكلها أو وصفها؟ انت النهاردة لما بتروح الجامعات أو بتخش المترو أو بتمشي في الشارع تلاقي زي الفتيات لا يرضي الله تماما، لا يرضي الله. لبس ضيق شديد الضيق، لبس شفاف شديد الشفافية. الحاجة اللي أهم من كل ده إن الزي يغطي كامل الجسد، يغطي كامل الجسد، يعني لا يظهر إلا الوجه والكفين فقط على قول بعض أهل العلم، وما يكونش قصير. النهاردة بنشوف بعض البنات بتبقى لابسة البنطلون واصل إلى مثلا إلى الركبة أو واصل إلى تحت شوية، بين وبين الحذاء مسافة طويلة رجلها باينة، لا يجوز، لا يصح، ما ينفعش. يعني انا عايز بس اسال كل بنت من اخواتنا، انت لما تيجي تخرجي من البيت بتخرجي من البيت ارضاء لمين؟ لبسك اللي بتلبسيه عشان ترضي مين؟ الاصل ان اي حركه او اي سكنه او اي حاجه انت بتعمليها لله، ارضاء لله سبحانه وتعالى. خارجه كده عشان ترضي مين؟ عشان تعجبي مين؟ لو خارجه عشان تعجبي نفسك فدي مصيبه، لو خارجه عشان تعجبي اي حد اخر فدي مصيبه اكبر. الاصل ان حضرتك تعجبي ربنا وترضي ربنا سبحانه وتعالى. انا خارجه ارضاء لله، لابسه الزي الشرعي ده ارضاء لله سبحانه وتعالى، مش خارجه لابسه اللبس الضيق اللي اول ما اخرج يلفت الانظار اليه وساعتها تقول ايه انت مامور بغض البصر. ما هو انا مامور بغض البصر واحاول قدر المستطاع ان انا اغض البصر. طب حضرتك انا التزمته بالامر الشرعي وهغض البصر، طب حضرتك ليه مش ملتزمه بالزي الشرعي؟ ليه البنطلون الضيق؟ ليه البضي الضيق؟ ليه الحاجات الضيقه؟ ما المقصود منها؟ ايه المقصود؟ معنى كده ان انت قصده ان انت تخرجي تظهري هذا الامر على الناس، ملهاش معنى تاني، ملهاش معنى تاني. خصوصا انت عندك بدائل جميله، بدائل جميله جدا، وملابس شرعيه جميله جدا وفي غايه الاناقه وفي غايه الجمال، ويعني يعني يعني تستر الجسم كاملا. يبقى انا لما اسيب ده واروح لده يبقى انا كده في حاجه في دماغي، حاجه معينه في دماغي، يا اما مش مقتنع بالاوامر الشرعيه او مش مقتنع بالحجاب الشرعي، يا اما ان انا حابب ان انا اظهر وافتن الاخر بهذا الزي. يبقى لازم يكون يعني واسع مش ضيق،
ويكون مش خفيف عشان ما يشفش. تاني حاجة أبعد عن الألوان الزاهية، يعني الألوان اللي فيها زهاء شديد، يعني الألوان البسيطة الجميلة الخفيفة، ويكون طويل بحيث أن يكون ساتر لكامل الجسد، ساتر لكامل الجسد، مفيش حجاب معاه مكياج، مفيش حجاب معاه مكياج، ما ينفعش، لا يجوز. الزينة دي لا تظهر إلا للزوج فقط أو للمحارم فقط، ما ينفعش. إزاي تبقى مرتدية زي شرعي والوجع عليه مكياج وزينة تلفت الانتباه؟ ما ينفعش. لازم سؤال إلى كل بنت، حضرتك بتحط مكياج ليه؟ بتتزيني ليه؟ خلقة ربنا سبحانه وتعالى طيبة وجميلة، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أفضل صورة وفي أحسن تكريم وتقويم، يعني ربنا اداك صورة جميلة وشكل جميل، ليه المكياج؟ أحطه ليه؟ بتزين لمين؟ عايزة مين يشوفني جميل؟ عايزة تشوفي نفسك جميلة؟ فأنت في نفسك جميلة، دي ثقة في النفس، أنا في نفسي جميلة، ولما بخرج بخرج للناس، بخرج للناس وخايفة أن أنا أفتنهم وخايفة أن أنا أخالف أوامر ربنا سبحانه وتعالى. فاتقينا الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن كنا مسؤولات أمام الله سبحانه وتعالى. وهو السؤال الأخير اللي أسأله في نهاية الفيديو، هل تحبين أن تقابلين الله بهذه الصورة؟ تحب أنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصورة؟ ترضي أن أنت تكوني فتنة للرجال؟ ترضي أن أنت تكوني يعني فرح وانبساط للشيطان؟ ترضي كده؟ ترضي ان كل شاب وكل امرأة ماشية في الشارع لما تشوفك بهذا الزي وبهذا الشكل تقول كلام في حقك لا يليق؟ انت كرجل كزوج كأب كأخ ترضى هذا في حقك؟ اتقوا الله وكونوا رجالا وربوا أبناءكم وبناتكم ونسائكم على الدين. أسأل الله أن يهديني وأن يهديكم وأن يعلم بناتنا وبناتكم الخير يا رب العالمين. نتمنى أن حضراتكم تشاركوا الفيديو حتى يستفيد الآخر وحتى تؤجر معنا في الأجر والثواب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.